السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. ما حقيقة الإجماع الإسرائيلي على استمرار الحرب رغم الاختلاف بين المستويين السياسي والأمني؟ كيف تستغل الجماعات المتطرفة بقيادة بن غفير الحرب الحالية للاستفراد بالمسجد الأقصى المبارك؟ كيف تتصاعد المقاومة بالضفة المحتلة رغم استهدافات الاحتلال وكوابح السلطة الفلسطينية؟ لماذا انتقدت مقررة الأمم المتحدة تصاعد التمويل الأمريكي للإبادة الجماعية في غزة؟ هذه المحاور نناقشها في حلقة هذا الأسبوع مع مجموعة من ضيوفنا الكرام. معنا عبر سكايب الأستاذ ياسر مناع، الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الغربية، كما سينضم إلينا لاحقا من هناك الأستاذ عمر عساف، الكاتب والمحلل السياسي، وسينضم إلينا لاحقا كذلك الأستاذ علي إبراهيم الباحث في الشؤون المقدسية. أرحب بك معنا أستاذ ياسر في هذه الحلقة. أهلا بك أستاذ المشاهدين. وكما أرحب بك معنا أيضا أستاذ عمر، حياكم الله. يسعد أوقاتكم، أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ ياسر، هناك إجماع على ما يبدو رغم المؤتمر الصحفي الذي عقده جالانت وأوضح فيه موقفه من التطورات الأخيرة، إلا أن هناك إجماعا إسرائيليا على استمرار هذه الحرب مع تغير واختلاف التكتيكات. كيف تتابعون هذه القضية؟ يعني بداية منذ عقود هناك صراع داخلي في دولة الاحتلال في إسرائيل بين معسكرين. المعسكر الأول هو معسكر اليمين الشعبوي بقيادة نتنياهو، والذي يشمل الصهيونية الدينية والحرذلين وكل هذه الفئات اليمينية المتطرفة. إضافة إلى ذلك، في المقابل هناك معسكر كل من يعارض نتنياهو وكل من يعارض اليمين يعد في هذا المعسكر المقابل ومعسكر المعارضة. منذ بداية هذه الحرب على قطاع غزة وحرب الإبادة كان هناك يعني صراع خفي في البداية حول إدارة الحرب لا على الحرب. هناك إجماع صهيوني وإسرائيلي على الحرب على قطاع غزة، على قتل الفلسطينيين، على تهجير الفلسطينيين. هناك إجماع على المشروع الصهيوني بأكمله، ولكن الخلاف على إدارة هذه الحرب والوسائل التي من خلالها تحقق أهداف هذه الحرب. وبالتالي يمكن تفسير هذا كثير من التصريحات التي تقول بفشل الجيش في الحرب والانتقادات التي توجه إلى نتنياهو على أنها في إطار هذا الصراع بين المعسكرين. المعسكر الذي يسمى أكاديميا في الأكاديمية الإسرائيلية أنه معسكر إسرائيل الثانية الذي يمثله نتنياهو، والذي يريد من خلال مخططات ومشاريع السيطرة على الدولة، على دولة الاحتلال، في مقابل إسرائيل الأولى التي تمثل ما تبقى من اليسار والمعارضة والجيل الذي يسمى الجيل المؤسس. يعني هذا الصراع في دولة الاحتلال هو منذ نشوئها. لا، يعني إسرائيل عبارة عن فسيفساء مجتمعية تكونت من كثير من الطوائف والشرائح. حاولت الصهيونية بداية التوحيد بينها، فشلت. بن غوريون أوجد ما يسمى بوتقة الصهر في والجيش لتوحيد هذه الدولة وهذه المجموعات والفئات، إلا أنه فشل في ذلك. هذه الصدوع وهذه الصراعات آخذة بالتزايد، ولكن الحرب على الفلسطينيين وكل ما هو معيق للمشروع الصهيوني يتوحد هذا المجتمع يعني في مقابله، ويتوحد هذا المجتمع أمامه. بمعنى يعني أريد أن أعيد أكرر على هذه الفكرة بأن الخلاف الصهيوني هو ليس على الحرب، ولكن هو على إدارة الحرب. الصراع بين هذا المعسكرين والصراع بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية، وفي قلب المؤسسة العسكرية سنرى أنه يتصاعد، ليس الآن ولكن في نهاية الحرب. من يتحمل فشل 7 أكتوبر؟ هذا السؤال الذي يحاول نتنياهو التهرب منه. حتى اللحظة لا توجد لجان تحقيق حقيقية وعملية كما يتم وصفها للبحث في 7 أكتوبر وفي الفشل الذي منيت به إسرائيل في 7 أكتوبر. نعم، طيب، هذا الإجماع أستاذ عمر لا يقابله إجماع فلسطيني أو إجماع عربي وإسلامي للجم عدوان الاحتلال ومحاولة السيطرة على هذا التغول على شعبنا الفلسطيني، بل بالعكس هناك مواقف عربية متخاذلة صامتة داعمة للاحتلال بشكل أو بآخر للأسف الشديد. إذن أمام هذه المعطيات يبدو أن هناك إطالة لأمد الحرب
والظروف مناسبة لنتنياهو وللحكومة الإسرائيلية من أجل ذلك، وغياب للدور الأمريكي الضاغط على الاحتلال الإسرائيلي. ما توقعاتكم بهذا الشأن؟ لا، هو الحقيقة الدور العربي والدور الأمريكي هو دور داعم للعدوان. الدور العربي، دول التطبيع العربي عمليا هي متواطعة مع العدوان. البيان، آخر بيان للمؤتمر الإسلامي الذي يكتفي قبل أسبوعين أو أقل من أسبوعين، يكتفي بالشجب والاستنكار، هذا لا يحقق حقوقا ولا يعيد شهيدا إلى الحياة. وبالتالي للأسف مقابل هذا الإجماع الصهيوني وهذا الدعم الأمريكي، اليوم هناك صفقة بعشرين مليار دولار من الأسلحة أمريكا تزود بها الكيان. قبل أيام كان هناك قبل أسابيع 26 مليار دولار دعم. وبالتالي في الوقت الذي يجتمع فيه الأعداء بقضهم وقضيدهم مع حلفائهم، مع المعسكر الغربي، مع الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، نرى الأمر الآخر بالعكس بالواقع العربي مرة أخرى، هذا الواقع الرسمي البائس المتواطع مع الاحتلال خصوصا دول التطبيع، ونرى واقعا فلسطينيا أيضا لا يوجد فيه إجماع على المواجهة والدفاع عن النفس والمقاومة للاحتلال. هذا للأسف هو الذي يغري نتنياهو ويشجع أمريكا باستمرار الحرب. وإلا لو كان هناك تهديد للمصالح الأمريكية في المنطقة، البترول وغير البترول والقواعد العسكرية وكل هذا، لو كان هناك تهديد عربي وإسلامي للمصالح الأمريكية، أنا أعتقد أن نجم العدوان ووقف العدوان ودرء العدوان كان ممكنا منذ الأسابيع الأولى. ولكن هذا العدوان مرة أخرى يطول ويمد، لأن هناك تواطؤا عربيا وهناك رسميا طبعا، ولأن هناك أيضا تخاذل من الدول الإسلامية التي يريدون تحقيقها. أستاذ عمر، برأيك هذا سأل لما أسمع السؤال، الأهداف التي يريدون تحقيقها من وراء هذا التواطؤ والخذلان والمشاركة؟ يعني هم، هي أنظمة وظيفية الحقيقة. هم يريدون أن يحافظوا على عروشهم ويريدون أن يحافظوا على موقعهم، ولو على حساب شعوبهم ولو على حساب خيرات هذه الشعوب ونهبها من قبل الاستعمار والإدارة الأمريكية بشكل خاص، ولو على حساب التضحية وتقديم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني قربانا لهذه الأهداف الصغيرة عمليا والتافهة، والتي لا تمت إلى مصالح الأمة وحقوقها بأية صلة. هذه هي الأهداف، أهداف صغيرة وليست أهدافا لا وطنية ولا قومية ولا تحررية، هي تبتعد وتتناقض مع كل هذه التطلعات. هم يريدون أن يقولوا ويتوهموا أن هناك خطرا آخر يهدد مصالحهم، ولكن الحقيقة مرة أخرى هم يتواطؤون من أجل مصالحهم الضيقة. نعم. أستاذ ياسر، بالنظر أيضا إلى المشهد الإسرائيلي، نلاحظ بأن هناك كما قلنا إجماع على الحرب، وهناك استفراد لنتنياهو بالقرار، ولا أحد يعرف تماما كيف يفكر نتنياهو، الذي بدا واضحا في الاونه الاخيره انه يعمل يعني كتفا الى كتف مع امريكا وبتنسيق عالي ومرتفع في الخطوات التي قام بها، سواء ما يتعلق بزيارته الاخيره الى واشنطن، ثم ما جرى بعدها من اغتيالات مركزه لاشد شخصيات كبيره، ثم الان في محاوله خداع جديده والذهاب الى مفاوضات جديده والبدء من نقطه الصفر فيما يتعلق بالمفاوضات، وكأن الأمور ستبدأ بعد 10 شهور من الصفر، وسيبدأ النقاش في قضايا كان من المفترض أنه تم الانتهاء منها وفقا لمبادرة بايدن. نعم أستاذ ياسر، تفضل. يعني
حتى اللحظة إذا نظرنا إلى منذ بداية 7 أكتوبر وحتى اللحظة، يعني نرى جانبان فيما يتعلق بالمعطيات التي طرحتها. أولا، أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحرب لم تكن داعم لإسرائيل، ولكنها شاركت في الحرب. يعني منذ بداية الحرب كانت هناك الوفود الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين يشاركون في الاجتماعات العسكرية في مبنى وزارة الجيش في تل أبيب. هذا أولا. ثانيا، باعتقادي أن الولايات المتحدة هي من تقود الحرب، وهي من تعطي الضوء الأخضر وتوفر المعلومات الاستخباراتية والدعم العسكري والدعم اللوجستي لإسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرب إقليمية وحرب واسعة، ولكنها تريد أن تنفذ بعض عمليات الاغتيال التي من شأنها أولا أن تحقق تفوق وصورة النصر لإسرائيل، كحادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في لبنان، وثانيا تحاول أن يعني أن توجه ضربات للخصم في منطقة الشرق الأوسط، الخصم لا أقول الأوحد ولكنه الخصم الذي يعني يحاول الوقوف في وجه أمريكا وهي إيران. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا نظرنا إلى إسرائيل أنها في قطاع غزة منذ 10 أشهر، هي في وحل غزة كما يقال، بمعنى أن أولا هي حرب بلا أهداف، ثانيا وحتى الأهداف العائمة التي تم وضعها بداية الحرب وهي إنهاء حكم حماس، إنهاء المقاومة، ويعني جعل قطاع غزة منطقة لا تشكل خطر على إسرائيل، كل ذلك فشل. بالأمس كانت هناك إطلاق صواريخ لتل أبيب، هذا يعني وإن كانت الصواريخ يعني لا تحمل نتائج من الناحية المادية أو الأضرار، يعني كما يقال، إلى أنها هناك يعني صفعة قوية لإسرائيل، أنه بعد 10 أشهر من حرب الإبادة والقصف والقتل يتم قصف تل أبيب من المناطق التي يعني التي ألجأ على مقربة من الجيش. ذلك يعني يجعل نتنياهو في حالة إقدامه على إبرام أي صفقة وإنهاء الحرب، هذا يعني أنه خسر، وأنه خسر هذه الحرب، وأنه فشل، وهذا تفوق المقاومة ولا يريده نتنياهو. أي يعني نتنياهو بشكل عام، يعني بالمناسبة نتنياهو ليس وحده الذي يقرر، ونتنياهو ليس وحده الذي يعني يريد الحرب أو لا يريد الحرب. باعتقادي هذه مؤسسة، وهناك يعني بعض الخيوط الخفية التي تلعب في بلورة القرار في إسرائيل، وإن كان نتنياهو وبن كبير وسموتريتش يتصدرون المشهد، إلا أن من خلفهم مؤسسة ودولة عميقة. أعود إلى الفكرة أن نتنياهو حتى اللحظة وإسرائيل حتى اللحظة فشلت في قطاع غزة، وبالتالي هي تحاول أن تنهي هذه التظاهرات في إسرائيل التي تطالب بإبرام صفقة تبادل. إذا لاحظت شعار هذه المسيرات أنها تطالب بإعادة المخطوفين، لا تطالب بإنهاء الحرب. منذ 10 أشهر لم نشاهد أي قوة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ذات شأن تدعو إلى وقف الحرب، مما يعني أن هناك عمق في التوافق على الأهداف العسكرية رغم التباينات في السياسات الداخلية. نتنياهو يريد من خلال هذه المراوغة في المفاوضات أن ينفذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الأسرى، من اتفاق صفقة التبادل، وهو يتمثل بإعادة الأسرى، ومن ثم يعود إلى الحرب في أي وقت شاء. ولكن حماس ومن خلف يعني كمفاوض كممثل للمقاومة والمقاومة بشكل عام، هذا القرار التوافقي يعني اشترطت إبرام صفقة تبادل مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل كامل، وهذا في نظر نتنياهو هو عائق. نعم، ننتقل لترحيب بالأستاذ علي إبراهيم الباحث في الشأن المقدسي. مرحبا بك معنا أستاذ علي. حياكم الله دكتور يونس، الله يحفظكم يا رب. يعني في ضوء كل ما تحدثنا به، وبينما تستمر الحرب، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يستفرد الاحتلال وخاصة الجماعات المتطرفة بقيادة بن كفير بالمسجد الأقصى على نحو مقزز وعلى نحو فيه إساءة كبيرة للمسلمين، كما تابعنا أمس عندما قاموا بالسجود الملحمي، بما يسمى بالسجود الملحمي، ويعتدون بكل أريحية دون أي نوع من صد هذه الهجمات. كيف تتابع خطورة هذا الموقف؟ نعم، شاهد البارحة المسجد الأقصى المبارك بكل تأكيد واحدة من أعتى موجات الاعتداء والتدنيس بحق المسجد الأقصى المبارك ومكوناته البشرية منذ 7 أكتوبر ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وحتى هذا اليوم. وأنا أظن بأن ما جرى البارحة هو ربما يكون محاولة من قبل أذرع الاحتلال المتطرفة
استعادة سيرورة العدوان على الأقصى في تجاوز ربما إلى حد كبير لما حققته المقاومة الفلسطينية في قضية الأقصى، لا أتحدث في مجمل إنجازات المقاومة الفلسطينية ولكن فقط في قضية الأقصى. ودليل على ذلك بأن منظمات المعبد في مساء ذكرى خراب المعبد دعت أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت على هذا الاقتحام عنوانا لافتا جدا، عنوان طوفان جبل المعبد، وكأن الغيظ الذي يمتلكها وهذا الغضب والحنق من قبل المقاومة الفلسطينية أرادت أن تحوله مشروعا عمليا داخل المسجد الأقصى المبارك بعنوان هذا الاقتحامات. وبحقيقة الأمر استطاعت أذرع الاحتلال أن تأشد ربما واحدة من أعتى موجات الاعتداء على المسجد منذ أشهر طويلة، واقتحم المسجد ما يقارب 3000 مقتحم، وشهدنا ما شهدناه من اعتداءات لافتة جدا، إن كانت أداء الطقوس اليهودية العلنية جماعيا، أيضا أداء السجود الملحمي الكامل كما ذكرتم، ولكن لأول مرة في مكانين منفصلين، الأول في ساحة الأقصى الشرقية والثاني في يعني الجزء الغربي من المسجد الأقصى المبارك في مقابل قبة الصخرة، وهذا أيضا تطور لافت إلى جانب رفع علم الاحتلال، أداء النشيد القومي أو الوطني الإسرائيلي الهتفاء وغيرها الكثير. لذلك ما جرى البارحة هو محاولة من قبل الاحتلال لتحقيق أمرين اثنين، الأول أن يحققوا ما يسمى فرض السيادة على المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما أشار إليه بن كثير بتصريحاته عندما قال بأن الاحتلال قد استطاع أن يحقق قفزات أو إنجازات في قضية السيادة، وهو يشير إلى أنهم هم الذين يستطيعون أن يتحكموا بأبواب وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، وهذا أيضا جزء أساسي من يعني رغبات هذه الأذرع المتطرفة أن تحقق سيادتها الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. القضية الثانية هي محاولة تجفيف عدد المصلين والمرابطين القادرين على الوصول إلى الأقصى، وهذا أيضا تابعناه الأمس من خلال الإجراءات الكبيرة، وبطبيعة الحال هذه الإجراءات ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة لإجراءات بدأت منذ 8 من أكتوبر وحتى يومنا هذا، إجراءات استهدفت قدرة المصلين على الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وفي مرحلة ما انخفض عدد المصلين في الأقصى مثلا في يوم الجمعة من 60,000 مصلي إلى 3,500، ثم عادت لاحقا للتصاعد نتيجة ظروف مختلفة وأبرزها شهر رمضان المبارك. الخطورة ما جرى البارحة أيضا يكمل بأنها ربما تكون هذه الاقتحامات كما نقول في العامية بروفا أو تهيئ لاقتحامات الأقصى في موسم الأعياد العبري الطويل. نحن الآن أمام موسم قادم في نهاية شهر أيلول وبداية شهر أكتوبر، هذا الموسم يتضمن 3 أعياد رئيسية وهي رأس السنة العبرية وعيد الغفران وعيد العرش، وعيد العرش هو الأطول. وما قام الاحتلال بتحقيقه البارحة من اعتداءات مختلفة سيكون جزءا أساسيا من مطالبات الاحتلال وخطة عمله في الأعياد القادمة، خاصة تلك يعني الاعتداءات التي جرت داخل المسجد الأقصى المبارك وما يتعلق بطقوسها المختلفة. بن كثير البارحة، وهذا ربما يفهم من لغة جسده، لغة جسد بن كثير البارحة مختلفة تماما عن كل الاقتحامات السابقة. بن كثير منذ أن تولى حقيبة الأمن القومي في حكومة الاحتلال الحالية اقتحم المسجد الأقصى المبارك 6 مرات، 3 منها منذ طوفان الأقصى، الثالثة كانت البارحة. لغة جسد بن كثير في جميع الاقتحامات السابقة كانت لغة جسد متحفظة، وجهه متجهم، حتى الصور التي التقطت إليه لم تكن صورا يعني فيها دلائل معينة. في المقارنة البارحة حرص بن كثير على اقتحام الأقصى وهو يظهر عليه الفرح وهو يغني برفقة وزير ما يسمى وزير الاستيطان يسحق فسرلوف، أيضا نداؤه أو ترديده لنشيد شعب إسرائيل حي، وكأنها جميعا بكل هذه كل ما تضمنته هذه يعني تمثيلية إن صح التعبير، محاولة لإرسال رسالة للجمهور الإسرائيلي. كما ذكر ضيفكم الكريم الجمهور الإسرائيلي لم يخرج لرفض الحرب الإسرائيلية، رفض العدوان على قطاع غزة، ولكنه بطبيعة الحال ومع امتداد هذا العدوان لعشرة أشهر بدأ يدخل إلى نفسه الوهن الضعف، خاصة في قضية القضايا اليوم الحالية بموضوع الردود، هل هناك رد أم ليس هناك. بالمحصلة كانت حركات وإيحاءات إثبار بن كثير محاولة لرسالة داخلية للمجتمع الاستيطاني وخاصة المجتمع المتطرف الذي يشكل جمهور الصهيونية الدينية بأننا قادرون على الفعل ونستطيع. اسمح لي أستاذ علي أتوقف عند هذه القضية المهمة، وهناك مفارقة أستاذ عمر من هذا النوع، هو أن المواقف حول اقتحام الأقصى أمس كانت مواقف اعتيادية يعني من دول عربية وإسلامية، كلها بيانات شجب واستنكار لم تعد عن ذلك أكثر من ذلك،
وخاصة من الأردن صاحب الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية هناك. وفي المقابل أيضا قرأنا خبرا خطيرا يتحدث عن أن الاحتلال يخصص فرقة عسكرية كاملة على الحدود مع الأردن، وهذا يتناقض كما قال مراقبون للشأن الأردني وأردنيون، يتناقض مع مسألة الاتفاقية بين الأردن والاحتلال أساسا. كيف تتابع هذه المفارقة بين مجرد بيانات وصايا انحصرت في بيانات استنكار وشجب، وبين هذه الخطوة من الاحتلال؟ يعني الاحتلال معروف أنه مرة أخرى أن هناك شركاء للاحتلال منذ اليوم الأول، يعني منذ اليوم الأول تحركت الأساطيل وتحركت حاملات طائرات من الدول الغربية كلها لتحمي هذا المشروع، تحميه في عدوانه وليس تحميه لأنه شعر كم هو هش هذا الكيان. اليوم كما أشار السؤال هناك مفارقة كبيرة في أن أصحاب الحق وأصحاب البلاد الذين يتعرضون للعدوان شركاؤهم وحلفاؤهم والوساط عليهم وإخوانهم العرب يقفون موقفاً متفرجاً، لا وأكثر من ذلك البعض منهم يقف موقفاً متواطئاً. الاحتلال لا ينظر إلى هذا، الاحتلال لا ينظر إلى بيانات الشجب وإلى بيانات الاستنكار وإلى قرارات الأمم المتحدة، هو ينظر باتجاه تكريس وقائع على الأرض. وبالتالي ورغم أن الحدود الأردنية عمليا بالنسبة للاحتلال آمنة، إلا أن الاحتلال يحشد فرقة تجاه الحدود الأردنية، لأن الاحتلال مشاريع ومخططات، فيما لو اتسعت الحرب ولو قامت هذه الحرب يمكن أن يقدم الاحتلال على أي مغامرات من مثل محاولة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية باتجاه الأردن. هذه مسألة مطروحة بشكل واضح، ويتوقف على نتائج المعركة الدائرة في قطاع غزة مصير على الضفة الغربية. وبالتالي نعم الاحتلال، وأنا متأكد وبرعاية أمريكية وبإرسال هذه الأسلحة وإرسال هذه الأموال وبالرعاية في الأمم المتحدة، أنا أظن كلها عمليا تشير إلى أن مشاريع الاحتلال لن يوقفها لا بيانات الشجب ولن يوقفها لا الأمم المتحدة ولا غيرها، يوقفها قوة محور المقاومة، ويوقفها المقاومون في قطاع غزة، ويوقفها حزب الله، ويوقفها أنصار الله، يوقفها هؤلاء الذين يوقفون المشاريع الصهيونية بشكل واضح. التحرك الفعلي المضاد لهذا الإجرام الصهيوني وليس مجرد الشجب والاستنكار. أستاذ ياسر، هذا يطرح سؤالا مهما، يعني سمعنا وقرأنا من خلال المتابعة أن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تغلي، وهي طبعا تأخذ بعدا عدوانيا كبيرا في بعض المحافظات أو المدن أو المخيمات، ولكن بالمعظم هناك حالة هدوء نسبي، ولكن هناك توقع بانفجار الأمور، بأن تكون هناك حرب بين المستوطنين والاستيطان الذي يلتهم كل شيء، وبين الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للمجازر ويتعرض للعدوان من هؤلاء المستوطنين. ما توقعاتك بهذا الخصوص؟ يعني بداية الضفة الغربية تعيش حالة من المقاومة المتراكمة منذ عام 2021. تتركز هذه الحالة في شمال الضفة الغربية منذ بداية 7 أكتوبر وحتى اللحظة، هناك أكثر من 10,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية شملت جميع الشرائح، الطبقة الأكاديمية، الصحفيين، طلاب الجامعات، كل ذلك. هناك أكثر من 500 شهيد، بمعنى أن الضفة الغربية تعيش حالة من المواجهة منذ سنوات. هذا أولا. ثانيا، منذ بداية هذه الحرب حاولت إسرائيل أن تجعل الضفة الغربية ساحة ثانوية، الساحة الرئيسية هي غزة، وحاولت أن تجعل الضفة الغربية ساحة ثانوية، وحاولت أن تنزع المشاعر، يعني في كثير من المواقف والظروف والتصريحات حاولت أن تنزع، يعني أن تفصل حتى في المشاعر بين
الضفة وقطاع غزة، إلا أنه ما نرى في لا سيما في الفترة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة أن ذلك فشل. هناك تصاعد في عمليات المقاومة في الضفة الغربية، باتت تكلفة اقتحام المدن الفلسطينية والمخيمات أكثر كلفة. باتت هناك يعني عمليات الاقتحام التي كانت في السابق لا تكلف الشيء، اليوم يعني يخسر الاحتلال، يخسر الجنود، المعدات، الدعم وكل ذلك. هناك مشروع استيطاني في الضفة الغربية، وهو يعني الضفة الغربية هي لب الصراع بنظري، لأنها ساحة احتكاك مباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين. هناك مشروع استيطاني لتهويد الضفة الغربية للسيطرة حاليا، يعني كما قرأنا وتابعنا في الأيام الأخيرة، هناك كثير من التصريحات التي تشير إلى عزم إسرائيل إلى التهويد الكامل، يعني المناطق المصنفة سي وفق اتفاقية أوسلو والسيطرة على مناطق المصنفة بي. وإن كانت هناك سيطرة حقيقية واقعية، إلا أن إسرائيل تريد السيطرة الكاملة على هذه المناطق، وتريد أن تعزل الفلسطينيين في معازل في المناطق المصنفة ألف، وتفصل بين هذه الأماكن والمعازل بحواجز، وهذا ما يجري حاليا في الضفة الغربية. قادة المشروع الاستيطاني يريدون الإسراع في واستغلال الحرب في تطبيق المشاريع الاستيطانية. هناك الكثير من البؤر الاستيطانية التي يسعى الاحتلال يعني بتصدر سموتريتش لهذا المخطط لتسوية ما يسمى بين قوسين في القانون الإسرائيلي، تسوية البؤر الاستيطانية الغير شرعية، أي جعل هذه البؤر الاستيطانية شرعية من الناحية الإسرائيلية، تزويدها بالماء والكهرباء والبنية التحتية وما شابه ذلك. كل ذلك وكل المؤشرات في الضفة الغربية تشير إلى أن هناك مواجهة أكبر من الحالية على الأرض، وأن هناك صراع على الأرض، بمعنى أن الفلسطيني سيشعر أنه مهدد في بيته. وبالتالي هناك خياران، الخيار الأول إما أن يرحل، وهذا ما يريد وما تريده إسرائيل، أن يرحل وأن يهجر ونكبة ثانية وثالثة ورابعة، وإما أن يواجه. ولكن بشكل عام كل المؤشرات تشير إلى أن الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر مما هي عليه الآن، مرحلة مواجهة وتصعيد أكبر. وإن كانت هناك معيقات كثيرة، الاحتلال كما قلت يعني بدأ يستخدم وسائل أكثر فكاً بالفلسطينيين في الضفة الغربية، الطائرات المسيرة، عمليات القصف والاغتيال من الجو عادت إلى الضفة الغربية، كل ذلك في محاولة لوأد وإنهاء مظاهر المقاومة، إلا أنه حتى اللحظة ومن المعطيات على الأرض أنه فشل حتى اللحظة في وأد هذه المظاهر، مظاهر المقاومة في شمال الضفة الغربية وحصرها في أماكن، بمعنى أن مظاهر المقاومة والمجموعات المسلحة بدأت تنسحب من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى. نعم، إلى أي مدى أستاذ علي يؤثر هذا الحراك في الضفة وفي القدس على الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك وفي المدينة بصفة عامة، وخاصة أن الشعب الفلسطيني كان ينتفض في ظروف أقل مأساوية وصعوبة مما نشهده الآن، يعني في الانتفاضات السابقة أو الهبات التي حصلت في السنوات السابقة كانت الظروف أقل سوءا، وكأنه كلما زاد عدوان الاحتلال يزيد الصمت ويضعف الحراك. كيف يمكن تفسير ذلك طيلة الشهور العشرة الماضية؟ طبعا الاحتلال حاول منذ بداية العدوان على قطاع غزة أن ينفذ مجموعة كبيرة من الإجراءات، من بينها عزل البلدة القديمة عن محيطها الممتد من بلدات وأحياء القدس المحتلة. ففي فترة طويلة كان من غير الممكن لأي شخص يسكن مثلا في جبل المكبر أو في حي شيخ جراح أو في العيسوية أن يصل إلى البلدة القديمة ويدخل لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. وكان هدف الاحتلال حينها أن يحول المسجد الأقصى المبارك من المسجد الجامع لكل الفلسطينيين القادرين على الوصول إليه إلى مسجد البلدة القديمة فقط. هذا أثر بشكل كبير جدا. أيضا الاحتلال من ذلك الوقت نفذ مجموعة من الإجراءات التي تعرقل وصول المصلين بشكل طبيعي، من خلال نشر عشرات الحواجز المعدنية، الحواجز الطيارة، منع المصلين من الدخول، قرارات الإبعاد الكثيرة التي فرضت. على سبيل المثال في شهر رمضان المبارك كانت هذه من المحطات التي من المتوقع كانت أن تشهد تصعيدا في المواجهة مع الاحتلال. الاحتلال سبقها بإبعاد عشرات المصلين أو عشرات الفلسطينيين إلى عن الأقصى. اللافت هنا بأن هناك تقارير إسرائيلية حينها
أشارت بأن نحن دائما نرصد من يبعد عن الأقصى من خلال اعتقاله، يعتقل من الأقصى أو من البلد القديمة ثم يصدر بحقه قرار الإبعاد. في رمضان الماضي كشفت صحف إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 5000 قرار إبعاد وطال حينها الفلسطينيين في 48، وكأنها محاولة استباقية لضرب القدرة البشرية على استنهاض الحراك المواجه والمرابط داخل المسجد الأقصى المبارك. أيضا قبل ذكرى خراب المعبد أصدرت سلطات الاحتلال عشرات قرارات الإبعاد، وكثير منها لم يكن يستهدف إلا الفلسطينيين في 48. كل ذلك أثر بشكل كبير جدا، ولكن طبعا يبقى هنا السؤال، كيف يتحرك الناس؟ ربما هذه الإجابة عن هذا السؤال صعب جدا في القدس المحتلة. كما ذكرتم في كثير من المواقف، وكانت أقل بكثير مما يجري حاليا، هب الفلسطينيون هب المقدسيون هبات عظيمة على غرار هبتي باب الأسباط ومصلى باب الرحمة، وحققت هذه الهبات إنجازات نوعية في صد الاحتلال ودفعه نحو التراجع صاغرا أمام الثبات الفلسطيني. للأسف الآن أي خطوة يستطيع الاحتلال أن يحققها داخل المسجد الأقصى المبارك نحن نتوقع أن يبني عليها في خطواته اللاحقة، لأن الاحتلال يحاول أن يفرض هيمنته وسيادته على الأقصى من خلال هذه التراتبية أو هذا التدريج المستمر والمتلاحق، من حيث أن يحقق مثلا أداء لطقوس معينة ثم يبني عليها. والآن نحن أمام مرحلة حرجة جدا، إن استمر الحضور الإسلامي الباهت، نحن لا نلوم أحدا بقدر ما نوصف الواقع الخطير جدا داخل المسجد الأقصى المبارك، إن استمر الحضور بهذا الشكل، وفي المقلب الآخر في بناء على سؤال حضرتكم الضيف الكريم عن غياب الوصاية الأردنية، نحن أمام واقع لا يمكن أن نقبله. هذا الاحتلال يثبت عمليا التقسيم الزماني بشكل كامل. في مرحلة سابقة كان هناك فرصة للفلسطينيين أن يواجهوا التقسيم الزماني من خلال قدرتهم على الحضور البشري الكثيف، ولكن الآن عمليا ومع تراجع الوصاية وقدرة الأوقاف على مواجهة الاحتلال، وفي المقلب الآخر تجفيف أو منع الفلسطينيين الوصول للأقصى، الاحتلال سيكون قد استطاع أن ينجز حقائق عملية على أرض الواقع، وأهمها قضية التقسيم الزماني. نعم أستاذ عمر، هناك سؤال في المقدمة كان عن تصاعد أعمال المقاومة أو دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه، والآن نحن نتكلم وطوباس محاصرة من جميع الجهات منذ 15 ساعة، وفي هذا السؤال جرى الحديث عن استهدافات الاحتلال وكوابح السلطة. هل من المعقول أمام إبادة جماعية تتعرض لها جغرافيا جزء من الوطن المحتل وشعب فلسطيني في قطاع غزة، وتتعامل السلطة مع الأمور بهذه الطريقة، لا مقاومة سلمية، لا دبلوماسية ناعمة، لا حديث عن حراك شعبي؟ كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ هناك أمران فيما سألت. الأمر الأول هو أن هذه المقاومة هي كانت قبل 7 أكتوبر، يعني معروف أن مجموعات المقاومة في الضفة الغربية، عرين الأسود، كتيبة جنين، كتيبة نابلس، كتيبة بلاطة، كتيبة طول كرعي، كل هذه كانت قبل 7 أكتوبر. لماذا؟ لأن الاحتلال لم يوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ولأن هؤلاء المقاومين كانوا يدافعون عن الأرض، يدافعون عن المقدسات، يدافعون عن وجودهم. هذا بالأساس. ومن حينها ليس الآن كانت السلطة تقوم بدور غير مقبول، دور عليه شبهات كثيرة، دور عمليا من يقف ضد شعبه، ضد المقاومة، وهذا ليس جديدا. الأمر تفاقم بعد 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر هذه المفارقة أعلى، ليس فقط في أحيانا وفي أحيان كثيرة إدانة المقاومة وأحيانا التبرير للاحتلال بجرائمه التي يقوم بها في قطاع غزة، وثالثا بقمع التفاعل الشعبي، يعني الشعبي الجماهيري الوطني، ورابعا باستمرار الاعتقالات للمقاومين واستمرار التنسيق الأمني. ويكفي القول أن حوالي 10 من الشهداء عمليا خلال الأشهر الماضية كانوا على يدي قوات أمن السلطة، وبالتالي هذا الموضوع وهذا الأمر بالتأكيد هو مرفوض شعبيا، ولكن الاحتلال مرة أخرى يريد لهذه السلطة أن تقوم بذات الدور الذي كان يقوم به جيش لبنان الجنوبي. السؤال، هل
تصل السلطة وتقبل لنفسها القيام بهذا الدور، لا يوجد مؤشرات على أنها تردع هذا الدور أو أنها ترفضه أو أنها تقول لا أو أنها ذاهبة إلى الوحدة الوطنية وفق ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع، قبل أقل من أسبوعين في بكين. اتفق في بكين على أن من حق الشعب أن يمارس المقاومة الشاملة بكل أشكاله. السلطة عمليا تتنصل اليوم من بكين وتواصل ذات السياسة، وبالتالي نعم هذا أمر غير مقبول، وهناك انفصال أكثر فأكثر بين الشعب والسلطة، وهناك كثير من العزلة لهذه السلطة ولفريقها الذي يقف في تعارض مع الشعب كله ومع الإرادة الشعبية، ليس فقط في قطاع غزة ولكن على امتداد الأرض الفلسطينية ولدى الفلسطينيين في الشتات. الشعب الفلسطيني كله عمليا يقف ويلتف حول خيار المقاومة، السلطة تقف للأسف في خيار أو في موقف آخر بتعاضدها مع خيار المقاومة. سيبقى أستاذ ياسر هذا السؤال الأهم في ضوء 10 شهور من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والسؤال المتكرر واليومي عن أدوار جغرافيا فلسطينية أخرى، أعني هنا الضفة، القدس، مناطق 48، حتى الفلسطينيون في الخارج والعرب والمسلمون، لكن ما يهمنا هو الحديث عن ذلك الحراك اللازم للضغط على الاحتلال والاشتباك معه. يعني لا يوجد وقت أهم من هذا الوقت، وإن كان ثمة من يختلف مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عندما بدأت بالسابع من أكتوبر، فلا أعتقد أن هناك من يختلف الآن وهو يرى الإبادة الجماعية على مدار 10 شهور. بمعنى هناك حالة دفاع عن قيمة الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية التي تحتل والناس الذين يقتلون في مجازر. يعني تخيل معي أننا لا نشاهد مظاهرات أو فعاليات اعتراضا على مجازر مثل مذبحة مدرسة التابعين وغيرها من المذابح والمجازر، هل يعقل ذلك؟ يعني دعنا نكون واقعيين أكثر. منذ عام 2007 وحتى اليوم الضفة الغربية تعاني من يعني قبضة الأجهزة الأمنية ومخطط وسيطرة الأجهزة الأمنية على كثير، على كل مفاصل الضفة الغربية، وبالتالي الفصائل الفلسطينية هي في حالة إنهاك في الضفة الغربية، هي غير قادرة على الفعل وغير قادرة على التأثير، وبالتالي من يحرك الجماهير هي الفصائل، هي وجود شخصيات قيادية فصائلية ومجتمعية قادرة على تحريك هذه الجماهير. وبغياب هذه الفصائل وبغياب هذه الفصائل وهذه الحاضنات الشعبية لا يمكن للجماهير أن تتحرك. يعني هذا شيء مهم، وبالتالي لا يمكن أن نلوم الجماهير والمستوى الشعبي، أولاً اللوم على السلطة الفلسطينية أولاً ومن ثم على الفصائل. كما قلت، حالة الإنهاك التي تعاني منها الفصائل منذ عام 2007 وحتى اللحظة هذه أحد نتائجها اليوم في الضفة الغربية. نعم، هذه نتائج خطيرة، يعني خطيرة على المستوى الوطني. المشكلة اليوم ليست في خلاف فصائلي، المشكلة أننا نواجه عدوا مفترسا متوحشا يستهدف الجميع، وحتى في أفضل التقديرات يقال بأن الدور قادم للضفة أمام هذا التغول الاستيطاني الكبير. يعني نعم صحيح، الضفة الغربية كما قلت هي في لب هذا المشروع وفي لب هذا الصراع، والهدف هو ترحيل سكان الضفة الغربية أو عزلهم في مناطق محصورة وقليلة، في منع إقامة أي كيان سياسي مهما كان لونه وشكله مستقبلا. يعني الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام منذ سياسات منذ عقود ومنذ اتفاق أوسلو عزز التبعية الاقتصادية وعزز السيطرة الأمنية وكل ذلك، كل يعني اليوم نحصد نتائج سياسات الاحتلال منذ اتفاق أوسلو وما قبل اتفاق أوسلو وحتى اليوم، وكل قبضته الأمنية والاقتصادية وإعادة بلورة وتشكيل يعني الشكل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية، ويعني مخططات السلطة والمشروع التي قدمت به السلطة لا سيما بعد عام 2007. نعم أستاذ علي، أخيرا، ونحن نعيش في معركة الطوفان، هذه المعركة بالأساس كانت من أجل الأقصى، وعنوانها الأبرز كان الدفاع عن الأقصى المبارك، ولأهداف طبعا سياسية وتحريرية أخرى،
وفي هذه المعركة نرى ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ونتساءل عن مستقبله في ضوء كل هذه المعطيات. هل سيبقى مفجرا للصراع؟ وهل سيبقى بوصلة الشعب الفلسطيني أمام خطط خطيرة جدا ومحاولة لتطبيقات فعلية واعتداءات فعلية تكرس؟ ونحن نعرف ماذا قال ابن كفير الشهر الماضي حول يعني أخذ اعترافات رسمية من الحكومة فيما يتعلق باعتباره مكان مقدس اليهود. نحن الآن أمام مخطط واضح من قبل أذرع الاحتلال المختلفة السياسية والأمنية والمتطرفة لتحقيق أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى المبارك. هنا ربما لا يمكننا أن نبتعد كثيرا عن قبل طوفان الأقصى، وهنا أظن المقاومة الفلسطينية في توقيت الطوفان تحدثنا عنه كثيرا كان توقيتا بالغ الأهمية، لأنه جاء بعد موسم العيلة الطويل في نهاية العام الماضي أو في أواخر العام الماضي عام 2023، وأيضا هنا وربما الخطير جاء على أثر محاولة تقديم أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي وهو عميل تهليفي، وهو بكل أسف شارك البارحة في اقتحام الأقصى لمشروع تقسيم المسجد الأقصى مكانيا، وأشار في لمخطط هليفي بشكل واضح للأماكن التي يريد الاحتلال أن يقتسمها ويحولها إلى معبد أو كنيسة أو غير ذلك. لذلك الآن نحن أمام حقيقة واضحة بأن المقاومة الفلسطينية قد استنفذت جهدها وقام بدورها ويعني رفعت ربما لا أقول فقط قامت الواجب أكثر من ذلك بكثير في قضية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وفي قضية التدخل لمحاولة وقف العدوان على قطاع على المسجد الأقصى المبارك. ونحن نرى هذه المعركة البطولية تخوضها المقاومة منذ 10 أشهر. الآن الواقع يفرض على كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أن يكون هو الفاعل المباشر لدعم المسجد الأقصى المبارك لرفع سوية وعدد المرابطين والمصلين داخل الأقصى. القضية هذه ليست قضية صعبة، ليست قضية مبالغة. الآن نحن نتحدث عن 40% من سكان شطري القدس المحتلة من الفلسطينيين، نتحدث عن نحو 390 إلى 400 ألف فلسطيني في القدس في شطر الشرقي من القدس المحتلة، هم من الفلسطينيون الذين يستطيعون أن يواجهوا الاحتلال وأن يثبتوا معركة الوجود المباشر داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا من جهة. أما من قضية أخرى لدينا أيضا مسألة يجب أن تعاد مرة ثانية، وهي قضية تدفيع الثمن. في فترة ماضية كان هناك معادلة ثبتها الفلسطينيون في القدس المحتلة وفي الضفة الغربية بأن كل اعتداء يجري على المسجد الأقصى المبارك يتم الرد عليه من خلال عمليات نوعية تضرب بعمق الاحتلال. معادلة تدفيع الثمن كانت تدفع الاحتلال للتفكير مليا في كثير من الاعتداءات التي تجري، إن كانت رفع عدد المقتحمين أو غيرها. هذه أيضا من القضايا بالغة الأهمية، ويستطيع الفلسطيني وأثبت بأنه يستطيع ذلك في السنوات الماضية، ويجبر الاحتلال على أن يعيد تفكيره في ما يجري أمام في أرض الواقع في أرض المسجد الأقصى المبارك. ختاما، وهنا ربما ليست دعوة بقدر ما هي محاولة لاستنهاض كل القادرين على الفعل بأن المعركة على المسجد الأقصى المبارك والمعركة في قطاع غزة صنوان لا ينفصلان البتة، ولكن الهتاف الذي كنا نهتفه وكان الفلسطيني يهتفه يا غزة يلا مشان الله، هذا الهتاف لم يعد ممكنا حاليا، لأن غزة لديها ما لديها من هموم ومشاكل وتخوض وخلط عنا هذه المعركة. الآن الهتاف الذي يجب أن يكون كل فرد فلسطيني كل قادر على المواجهة على الدفاع هو المسؤول الحقيقي في هذه في على أرض الواقع، بالإضافة إلى كل الفاعلين، استنهاض كل الفاعلين إن كانت الأردن إن كانت السلطة الفلسطينية لا يجب أن يعني نغيب عنهم بتاتا، على أقل تقدير أن يقوموا بشيء. للأسف الأمر الواقع نحن نجد بأنهم ليسوا فقط بعيدين عن ميدان المعركة، ولكنهم يتصرفون وكأن ما يجري في الأقصى ويجري في القدس يجري في دولة بعيدة جدا في المحيط الهادئ أو المحيط الأطلسي، وليس أمرا يمسهم بشكل شخصي ومباشر يمس يعني وضعهم السياسي ومكانتهم ربما في الإقليم. وأعيد وأكرر بأن ما جرى البارحة هو دق حقيقي لناقوس الخطر، لأن الاحتلال سيفتح شهيته نحو مزيد من فرض السيطرة وفرض التحكم وفرض السيادة بكل تأكيد على المسجد الأقصى المبارك. وما يمكن أن نقوم به الآن من محاولات لصد العدوان الآن سيكون أصعب بكثير ربما بعد 4 أو 5 أشهر نتيجة الظروف الحالية. تحركت الضفة والقدس صحيح. بشكل قوي. أستاذ عمر، في الختام، هناك انتقادات أممية كبيرة جدا لتصاعد التمويل الأمريكي للإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومع ذلك أمريكا ماضية بدون توقف، وهناك صمت غربي بطبيعة الحال وأوروبي، وهذا المشهد يعني هل هناك محاولة تفسيرية له
هذه القيم تساقطت دون عودة؟ هي الموضوع القيم كانت أكذوبة. هذه القيم مرة أخرى هي أكذوبة كبرى يتحدثون عنها بشأن قيم وإنسانية وحضارة وديمقراطية، هذه سقطت في الاختبار. وأول من أسقطها في الاختبار هذه الجموع من الطلبة من أبناء الشارع الأمريكي والأوروبي كله، الذي هب ليقول أنتم تكذبون لحكامهم ويقولون أن هذه الحضارة التي تحدثون عنها هي حضارة زائفة. نحن نقول بشكل واضح أن أمريكا هي التي تحارب وأن إسرائيل هي الشريك، لأن أمريكا عمليا حتى الآن خلال الأسابيع الماضية، خلال بضع شهرين أو ثلاث أشهر، نحن نتحدث عن حوالي 50 مليار دولار من الأسلحة والدعم إلى آخره التي قدمتها الولايات المتحدة لهذا العدوان. وبالتالي تزود إسرائيل بالأسلحة منذ اليوم الأول تحركت أساطيلها. من يرى غير ذلك هو إما أعمى أو متواطئ، لأن مصالح أمريكا في المنطقة يجب أن تستهدف، لأن تظهير الدور الأمريكي والتواطئ الأوروبي والجبن الأوروبي من هذه الدول ينبغي أن يكون ماثلاً، وأن تهدد هذه المصالح في الإقليم كله من أجل أن تعيد هذه الدول حساباتها، لأن مصالحها تتقدم على كل القيم وعلى كل الأخلاق التي يدعونها، لأنهم مجرمون أولاً وثانياً وثالثاً بحق شعبنا وبحق الإنسانية. نعم، أشكرك جزيلاً أستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي. شكري موصول للأستاذ ياسر مناع الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ علي إبراهيم الخبير المتخصص في الشأن المقدسي. شكرا لكم على طيب المتابعة في حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.